حتى بالإضافة إلى أنه الناس تخلي هذه الأعلام في بيوتها أمام باب المنزل، صارت أيضا بكل المؤسسات يعني كل العالم بدأ اليوم لما يريد يبدي الحزن على سيد الشهداء عليه السلام، أبرز ما يضعه هو أن يعني يرسخ علم على سطح هذه المؤسسة أو هذا المكان أو في بابه يعني يلف بالسواد. خلينا إن شاء الله نشوف يعني نشاطات كثيرة في ضمن نطاق كربلاء المقدسة، من ضمنها مشاهدينا جامعة أهل البيت عليهم السلام في كربلاء المقدسة، واللي أيضا غرست علم سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه في أروقتها. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع الزميل كرار الحمداني. إنه ألم يتجدد بقلوب عاشقة وراية تعتلي بلبيك يا حسين، مجددة إحياء المصيبة التي خلدها التاريخ. لم تكن هذه الراية ترفع على قبة سيد الشهداء، بل رفعت في سماء تنشر فيه رسالة العلم والمعرفة. إنها جامعة أهل البيت عليهم السلام، لتكن هذه الرمزية والفعالية رسالة سامية لأغلب المؤسسات العلمية في العالم، كونها قضية ثأر منذ 1444 عاما فيما بات تتوارثها الأجيال. الجامعة تحيي شعائر أهل البيت عامة، بدءا من يعني وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وولادته وانتهاء بالإمام الحجة وقيامه إن شاء الله. فلذلك هذه الشعائر تنطي إيحاءات بأن ذكر أهل البيت هو ذكر دائم لا ينقطع، كما قال الصادق رحم الله من أحيا ذكرنا. احنا قائمين بهذه الشعيرة هو أن ترفع الراية السوداء إذانا ببدء الأحزان. تقوم العتبة الحسينية المقدسة من كل عام بهذا النشاط حصرا، وذلك بالتنسيق مع الجامعات ولرفع هذه الراية العظيمة، راية الإمام الحسين، كذلك لتكون رسالة إلى طلبتنا الأحبة وإلى شباب العراق، رسالة للإصلاح، رسالة للتغيير نحو الأفضل. إنها قضية باتت أبعادها في شتى أرجاء المعمورة، لما تحمل بين طياتها مظلومية ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وثورته الإصلاحية التي جاءت لنصرة الحق ونشر المفاهيم المعرفية. مبادرة من جامعات ترفع إيصال العلم ورسالة الإمام الحسين، لأن العلم وحده بدون ثورة الإمام الحسين ما نقدر نتوقف عنها. فهاي المسيرة لازم احنا نخطي بيها من أجل العلم ومن أجل الثورة، تحقيق الأماني لهذه الأمة المظلومة. هذه الرسالة رسالة عظيمة إلى كل العالم، أنه وقف الحسين هذه الوقفة لغرض كلمة واحدة فقط، هو لا يبايع الباطل، بل جاء للقضاء على الفاسد والظالم. وتتوشح الجامعات العراقية براية الإمام الحسين عليه السلام معلنة الحداد إحياء لذكرى واقعة الطف الأليمة، لا سيما وأن مدينة كربلاء منذ اليوم الأول من الشهر المحرم الحرام تتوشح براياتها السوداء في مختلف أرجائها استعدادا ليوم الثأر العظيم. من كربلاء كرار الحمداني، قناة كربلاء الفضائية.